حلف بالله توصلتي. صافي عييت اختي طبت، جريت عليهم كاملين. صافي الله يجعل البركه. وين نجي نخدم معاك انا؟ لا الله يجيني منك. انت النهار الاول لحقتيني وخليتيني النهار الاول، ما ترقى ما رجعتي لي، بقى غنتيق فيك. ما نجيني منك. لا والله، لا قسما بالله ايونس خويا، لا هذيك النمره اللي قلت لك ديال الواتساب والله ما لقيت فيها شي ميساج. معليش ايوا فين غاديه؟ فين شاده الطريق؟ فين غاديه؟ انا مع هذيك صاحبتي اللي قلت لك حتى هي عندها صالون تتصور معايا. هاي كيف لاباس عليك؟ لاباس عليك الحمد لله. الله يبارك ميرسي. الا بغيتي دير شي كيغاتين ولا بروتين. لا اختي شعورنا رطبين كاع، ما محتاجين لا كيغاتين. شعرك غزال خليقه. انت شعري انا بدل بحال ديال الشينوا هكا تحمق كاع، ما محتاج حتى حاجه. ايوا انا راه كنتسناو الهضره دابا، قلتي لي غتعرضيني. انا امين وانا جاي عندك لمراكش، انا تابعك، انا غنجي نعيد عندكم. مرحبا بك، اجي نعيدو. شوف اقسم بالله اجي نقول لك شنو، انا في العيد غادي نهبط عندكم ليله العيد ياك، حيت غنعيد في البلاد تما وغندوز عندك. مرحبا بك. من تما كنمشي نوريك، انا نوريك المناطق تما. شوف انت كتقلبي على الجنون، غادي نديك عندهم نيت. هاجي ندي ديال امك عندهم. صافي ما تخافش عليا والله، ما تخاف عليا والله، ما تخافش عليا والله. يا امك تصبحي في الثلث الخالي، انت والشاب العربي. لا ما تخافش عليا والله، ما تخاف عليا. فين هما هاد الجنون؟ لقيناهم تنتصوروا معاهم. لا هو قدامك، ها هو شخصيا والله، حتى نقلب لك سفاك على عليك، نخليك غادي تهضري غير بوحدك. ها هي هادي قالت لك تتكلم معاهم، هادي هي اللي قلت لك، قال لك انت راه تتكذبي تتكلمي معاهم. هادي راه حبابها ما كيهضروش معاها، وكتمشي تهضر مع الجنود حابلها مسكينه الحرومه، وكان قاصني مع عائشه كتهضر بوحدها وصحابلها الجنود كيجاوبوها. عرفتي هادي ديال اللي كيدق يقول شكون كيهضر ويجاوب راسه، هو غا بوحدو مسكين. دير فيها محلل نفسي زعما انت. دابا شوفي غيدخل معانا يبدا يترعد. دابا شوفي الله وراك عين ساجدين وكتلك تدخلي فيهم. شوفي الباطل يا اختي، ياك انت كتقلبي على الجنون، ما كيما مشيتي تصليتي. شوفي بنت الحرام غتلبخ لي، قال لك دخلي فيهم. ياك انت اللي صايقه كون دخلتي فيهم ومشيتي انت للحبس. جابني انا ليك مالكي انا باك، كون دخلتي فيهم نيت ومشيتي للحبس. وشوفي بنت الحرام. ايوا كيجاك الزين اللي عندنا في كازا يونس؟ مني شفتك انت شفت الزين كله ما شاء الله، غير شفتك انت وانا عارف كازا فنه وغزاله. انا مولين ما يمكنش يقولها والله الا قالها زوينه. ما يمكنش والله. الناس ما عرفتيش شتي وانا حكمات من مدام قلتي كلمه زوينه. الحمد لله ما عرفتش فيها الزينه. ويلي كازا، وقلت لك الاحياء الشبيره فيهم الزين. دابا والزين الاخر اللي جبتي معاك صافي كملتي الباهيه ما شاء الله، هاك جوج عويت قد تحمقوا. يلا دوري ميا، يلا دور ميا، باي باي. ويلي واحد الحومه د بورغون، مشيت غنشري السريعه واحد النهار وشاف شي حد يتصوروا معايا واحد البوكوس كثير. وليت كل نهار كنمشي نشري السريعه من تما بالعاني باش نشوف اكسبريس. كنمشي تمون ندير راسي واش كاين مون الدريعه، غير كنشوف واحد كنرتاح. عين خين يا ام مؤمن، ازيك؟ مساء النور يا يونس، عامل ايه؟ الحمد لله زين. رمضان معاك؟ كل سنه وانت طيب. وانت وربنا طيب. انت مالك حزين؟ انت حزين؟ انت زعلان ان انت سحبتني؟ سحبتك ليه؟ انت بتتسحبي؟ ايه الكلام اللي ملوش لازمه ده؟ ايه دي اسحبك يعني ان انت تلعب معايا يعني جوله؟ قول العب معاكي مش تسحبني. ايه ده؟ ما يصحش كده يا ماما. ايوه اقصد يعني ما قبلت الجوله. لا ما تقصديش ولا تقصدي ايه اللي تسحبني دي؟ لا انت وليه بعقلك، ما تقوليش كلام ما يخشش الدماغ. ازاي مؤمن ومنى واحمد؟ الحمد لله الحمد لله. سمعناك خلاص، سمعناك يا احمد يا منيل على عينك، سمعناك. شفت ليه انا ما بحبش اطلع مع الست دي؟ عشان عيالها بيدوشوا لي دماغي، ما عادش كده اتكلم كلمتين. يا اما مؤمن واقف على راسها زي عزرائيل، يا اما منى مقابلاها زي اسرافيل، يا اما الواد ده بيطبل زي ميكائيل. اعمل ايه انا؟ ادم
يا ريت بيقول كلمة عدلة. يا لهوي، يا يونس دبدوب مين ده؟ اصلا مش بتاعته، بتاعت مين؟ بتاعت يعني اختي، بنت ابن بنت اختي. ابن بنت اختي. رمضان قرب يحصل. كل سنة وانت طيب. انت طيب؟ انت الناس ما بيدوكي زكاة العيد؟ استنى دخله واجب يقول لك والنبي ودي عيالك، والنبي ودي ودي ابنك. بس كده 1200 نقطة اجيبها لكم منين؟ حد يبعت 1000 نقطة كده. يلا يا جماعة 1000 نقطة. طلع لينا بدر. شكون بدر؟ لبس عليك القدر. معلش يا يونس دخلته جوه عشان ما تتضايقش. قالوا لي ان شاينة طلعت من السجن. سلامتك يا شاينة، ربنا يجعل اخر الاحزان. فرحنا لك يا شاينة. ربنا يخليك. بدر السكيري ما لقيت معاه. ما نطلع ما ده بدر انبزط والله عينه ده بحال شي لفشاء فات على التاريخ. قال يا بدر تا هو الهبيل ندير فيه راسي. اسمتك اسمت بقى اسمت بقى اسمت خالتك سيرت مشي تفشل تيساع. قال لي شرب جوج بوشوناتي وليت هو فاهم. ما كان هذا كون بقى المغرب كنا راه كيسيق شي محلابه. صارت بحال دوك اللي كيكونوا في المحلابه كيبيعوا الرايب. ما ديك راه اللي تيجيت والله الا الرغيف والعجيب. تا هذاك تا هو ما مشى ولا تا هو طلعوا الناس ويسمعوا رايه. بحزيق بحزيق هاريب من الطاعون. قال لك بهضر راه داير لي بلوك من عنده كاع. ما تسنى يطلع معايا بلوك انا قبل ما يطلع. عارفني غنشرشمو عارفي غنشرشم بزاز بزاز الكلبه. قال لك يشم بوشونه تا هو ولا يهضر في النهار. نور يا يونس. نورك يا حبيبتي. عامل ايه اخبارك ايه؟ كويسين يا حبيبتي والله. اجينا بنعدي اخر ايام رمضان والله. وانا مش كويسه يا يونس. ده شغلك يا الحمد حبيبتي. لله انا طبيب نفساني. انا ما سالتش كويسه مش كويسه. مش دعوه مش دعوه دعوه بحد. انا حد ملتهي في حالي. والنبي ادعمني يا ما انا ما بسالش عشان تشتري هدوم لعيالك. والله انا مش حاسه على حاجه فبلاش كومنتات. والنبي ادعموها عشان تشتري هدوم لعيالها هدوم العيد. انت بتدي عيديه لاولادك؟ بصراحه طبعا اكيد. امال هم هيجيبوا فلوس منين؟ ده ما حدش بيديهم الا انا. ليه اخوالهم ما بيديهمش وعمامهم؟ لا ما فيش حد. معلش بتديهم كام؟ 100 جنيه؟ لا السنه اللي فاتت اديتهم 200 جنيه. الاشياء معدن بقى 200 جنيه حته واحده كيلو لحمه. ليه؟ ليه التبذير ده كله؟ مؤمن بياخد الهديه ويفضل يقول يخلصها ويجي عايز فلوس تاني وكده. فبضطر ان انا لما اديله ادي اخواته. ايه؟ ما ينفعش اديله وهم لا. بيروح ايه؟ بيروح الالعاب السيرك وكده بيشتري غزل البنات. اصلي خد بالك يا يونس ال 200 جنيه ما تعملش اي حاجه على فكره. انا عارف ما انا يعني عارف. ولا يخرج ولا يعمل حاجه. عارف. التوك توك ب 50 جنيه. مينكم تكتك زينا؟ ما احنا متكتكين قبل ما تتكتكوها. بس احنا ما بيركبوش بني ادمين، بيشيلوا بس خضار. انتوا بيركبوا بجد والله عندكم توك توك؟ عندنا تكاتك بس ما بيركبوش الناس. بياخدوا بس خضار ولا حاجه كده. انا ما شفتهمش بيركبوا ناس. عندنا تاكسي. انا ما اعرفش. انا فاكره عندنا تاكسي صغير وتاكسي كبير. التاكسي الصغير بياخد تلت بني ادمين بس التاكسي الكبير بياخد سته. هو ارخص عشان كده في نوعين من التكاسي. عشان كده مفيش تكاتك. وفي الاندرايف احنا عندنا تاكسي واحد بس. لا في الاندرايف، في اللي اسمه الاوبر. لا في حاجات كتيره. لا دي شركات. لكن تاكسي هو تاكسي اللي انت بتتكلم فيه دي عربيات ملاكي. بس بيشتغلوا كويس. انا بقول لك على التكاسي. التكاسي في تاكسي كبير وفي تاكسي صغير. احنا هنا في البلد اللي انا فيها بيقولوا له التريبورتور.
وليها كده اسمها التريبورتر، التوك توك يعني. مش هعرف انطقها. تتعلمي العلم حلو، اطلبوا العلم ولو في الصين. ايه اسمه؟ التريبورتر. ما انت ما تعرفش حاجة. انا لدخة، انا لدخة. انت مش لدغه، انت لبش. قولي تري تري بورتر. هتقوليها بورتر عشان انت سؤال، استنى واحدة واحدة. تري تري بورتر يعني ايه؟ معناها ايه طيب؟ يعني توك توك. بالمغربي بيقولوا للتوك توك تري بورتر. وانت فاكره هقول لك كلام غلط؟ نعرف تري تري ايه؟ بورتر بورتر. برضو برضو لا مش باردون، تري بورتر. في نوع الكونت ديالك في انستغرام سلفت واحد الهاكر ما لقى ما يدير مسكين. خلاص خلاص انت هتتعب معايا. بلاش بلاش، خليها توك توك احسن. اللي قلت لواحد الهاكر ما خمي يدير، قال لي راني هاكر واعر وهذه هي ما خدامش. قلت له انا نعطيك الكونت ديالي ودير فيها هاكر واعر، وانا نعطيك له بمطبع ثوبان انت واعر. يقول لك نغير اشتركوا في قلب الاشتراك، اعملوا اي حاجه نغير المنكر. انا فداء الوطن، وانا ورانا اللي عطيه الموت باس وعطيه كل شيء وطلع فيها زودها فيها برا. تم اختراقه. الناس كتخترق البنكات ويحولوا المناير، الناس كتخترق الشركات وبوحظي قطع. ما انت بتقول ايه والله؟ وانت تفهمي ليه انت؟ ولكن نهار الاثنين غنمشي مش نحكي انا عليك. معاك، يبقى المفروض لازم افهم. نهار الاثنين غادي نمشي حتى لي واحد الشكايه من تيك توك، نقولي هو وعندي داك الشيء نقولي هو. تكبيس تكبيس كبير. هو اللي جابوا ليا وقال لي راه يرد لك، يعني متعفق معاه. شكون انت كتجيب الناس؟ واش انت عشاب؟ واش انت كتعشر عباد الله؟ ها دافع مقدم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جايب لي انا، جايب لي طاشرون، جايب لي هاكر. اوي الهاكر ما تيقش فيه، سي با فغي. خوين زعير كبارك غاد السميه اللي حطيت لي خوين زاد قدو شي 20 عام صافي. خوين زاد مشات عليه. جبت لبس العيد يا يونس؟ فاكرني عيل زيكو؟ احنا كبرنا على لبس العيد. انا بلبس كل يوم يا حبيبتي، مش محتاجه ولا هدوم الصيف ولا اي هدوم. تقعد انت تلبس في نفس الهدوم السنه كلها، ما كناش بنفتح بقنا خالص. ايه هدوم العيد؟ انا ولا عمري عرفت هدوم العيد. ايه هدوم العيد دي؟ والله ولا عمري لبسناه. مفيش هدوم عيد، هكذب. انت مش واخد بالك من حاجه يا يونس؟ مقفيكي؟ ما مش فيا انا شخصيا يعني، عامة ما بقاش عندك حواجب. حواجب ايه؟ لا بجد والله مش واخد حاجة، مش غيرت واخد بالك من حاجة. غيرت اسمها ايه، صبغة البيت؟ لا صبغة بيت ايه؟ ده مش بيتي اصلا، ده مش بيتي يا حبيبتي. يا حبيبتي على انا مش عارف بيتي. كنبة منجي انت فين؟ انا عند اختي. ما انت ما ما شاء الله. سالتنيش. طلع لك يا اخوات الحمد لله. انا سايبه بيتي بقالي شهر وشويه بدور على سكن من ليه؟ قبل رمضان. ما دفعتيش الايجار ام صاحب البيت كرشك؟ انا عارف الاساس دي. لا 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 والله مش مشكله الجولة. صاحب البيت، امال مشكله مشكلة الجيران منهم لله. الجيران؟ وانت وليه بحالك وعامله بركع؟ مين اللي هيشتكي منك؟ ما انت كافيه غير خيرك. والله لوحديهم يا يونس، والله العظيم لوحديهم. انت يمكن بتيجي بالشخصيه دي بس في الحقيقه تلاقي وليه لابس زي ام عمر. انت شيء شخصيه ام عمر، كلكم كده في السوشيال ميديا تلاقيكم كده حلوين، بس في الواقع حاجه تانية يا خالص. رب دايما اكون مظلوم. طب والله العظيم ثلاثة، المشكلة ما حدش مصدق ان هي بدون سبب. مش هتصدق طبيعي، اصل دي ناس يعني مريضة. ايه المشكلة؟ ايه اصل المشكلة عشان اقولك مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان؟ المشكلة ان الناس اللي تحتيه طالعين عايزين نمسح السلم. وما تمسحيهوش ليه؟ ما في حد بيجي بيمسحه يا بابا. انا تعبانة، انا مش بقدر. وبعدين ما ينفعش اخرج بره وناس بيبقى شباب واقفة على السلم يعني بيعملوا حاجة مش كويسة. هتفتنيهم بجمالك الفتان. فهمت لا انا بقى. مش موضوع كده، لا انا ما بهزرش بقى. انت تاخد الموضوع بقى بهزار. بس فيها ايه؟ دي بتعملوا الحاجات دي بالتناوب ولا انت بس اللي لازم تنضفي السلم؟ لا لا، ده هم عايزين انا.
شكلك وبعدين شاء. دوري يعني انا بس اللي ساكنه فيه الشقه اللي قدامي ما دخلتش دماغي القصه دي بس هعديها ما خشتش دماغي. يعني ايه استعزازوك انت من غير الناس يقولك لا انت تنضفي السلم لوحدك في المهم يعني ما رضيتش امسحه يقوموا يقطعوا سلك اللوتر ويقوموا يقعدوا قدام باب الشقه وعايزين بقى يتخانقوا معايا ويضربوني وانا اصلا ايه صوره وانا كنت انا واحمد لوحدينا في الشقه ايه هو هي فوضى مفيش امن في البلد ما كنت تشتكي عليهم لا ما انا جبت الحكومه علشان انزل من شقتي انا ما قدرتش افتح باب الشقه لما الحكومه جت وتعزلي ليه اصلا لا 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 عشان هم ناس ومجرمين بخاف يعملوا في عين من عيالي حاجه هي الحته اصلا وحشه القصه وراها ان في حلقه مفقوده في القصه انت مش عايزه تقوليها مفيش حد في العالم وحيات ربنا ما في حلقه ولا اي حاجه هم ناس مريضه كده اصلا بتوع مشاكل حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم حسب لوحديهم وقطعوا سلك اللوتر مره وقاموا قاطعينه تاني وانا اصلا على فكره فاتحه دلوقتي نت باقه يعني تليفون مش لوتر وجوزك يعني ليه مواقف ما صدهمش وقال لهم ايه ده مراتي ما تنضفش السن ماشي حصلت مشكلة لكن هم ناس انا مش عارفة اقول لك ايه الناس دي بالنسبة لها السجن بتاعها عادي ما بيتكلموش الا بقلة ادب بقى ويمسكوا اسلحة وحاجات كده البلطجية اقول لك ايه حسبنا الله ونعم الوكيل اصلا البيت ما كانش حلو ايوه انا ان شاء الله بدور بناه قديم يجي كده زلزال يوقعك انت الاولى احسن انك فضتي ايه ما سمعتش بتقول ايه بقول لك بناه كان قديم باين انه قديم بناه بنيته اللي بنوه ما يبنولكش حاجه أيوة. المهم اخر جوله وروحي انا شوبت والله الدنيا حر قوي في المغرب مش ايه ليه ده بيقولوا المغرب الجو برد احنا هنا عندنا حر جدا في مصر والله نفسي اقلع هدوم انا هفك الضرايب ازيك يا بنتي يا اسطوره الحمد لله يا مولينكس فين خبرتي يا مولينكس وحشتك الحمد لله بشوف عندك الدعم اليومين دول حلو بند عامل جو باندا يا باندا ويتبعوني عاوتاني يا مولينكس ها انت شفتي انا وتبعتك انا فاش شفت بتاعت باندا يا اختي ماله ما عنده مي يزير هذا الباندا شتو اتابع هذه وانا دعيت فيها وامشى يا الله حرام عليك انت اللي دعيتي انا اللي دعيت نهار شفتو انت ولاد باندا ما عمره ما عطانا حتى كرموصه ويدور يدعم في الهريبات مالنا احنا اختي مع النظهر هذوك اختي عطاو مني من بغا مالو بغيت يبقى معاك حياتي كلها انت غادي لك عندي تابعه اسكت انت انت ما عارف والو اسكت انت ما عارف والو اسكت متابعه انتما راه الداعمين انتما راه الداعمين كتسحبوهم ديالكم لا كاين فرق ما بين ديالك وكاين فرق ما بين كيمشيو يحرشوهم يحرشوه لا هو كون باغي كاع ما يتحرش مالو دابا انت كيحرشوه عليك وغا